صدقني يا عبد العالي، العدو اللي باين امره هين، وكل اللي عدوني ونفسوني في الشغل وفي الفلوس كنت بتسلى بيهم، كنت بتمتع وانا بلاعبهم واكسبهم واحاصرهم واحولهم لخدم وعبيد في مملكتي. لكن دول مش اعدائي، الاعداء الحقيقيين ممكن يكونوا هنا لابدين في عبي، في العشر شركات اللي بيكونوا مملكتي المهولة دي. هم دول اللي انا عايز احاصرهم واكسبهم. دول ممكن يكونوا من ضمن اصدقائي، في عيلتي، علاقاتي، معارفي. هم دول اللي انا عايز اشوفهم، والقوة اللي معاك هي الكشاف اللي هيوريهم. مفيش غير طريقة واحدة يا غازي. ايه هي؟ ده سري، لو قلتهولك هتحرم من الوسيلة وارجع زي ما كنت، انسان ضعيف ملوش حول ولا قوة. هعوضك هعوضك، وشيك اهو. عايزني ابيع لك سري بأي ثمن؟ انا مستعد اقولهولك من غير ولا مليم، بشرط واحد. ايه؟ تنفذ اللي هقولهولك بالحرف. موافق. تحلف على كتاب الله؟ احلف. فين المصحف؟ مش دلوقتي. امتى؟ اسمعني كويس. سامعك. بكره الساعة 11 ونص بالليل تيجي لوحدك من غير أي حارس أو غفير. موافق. بس أجي فين؟ دير السريان المهجور في الكيلو 45 طريق الفيوم. لما توصل لوحدك هتلاقي اللي يدلك على الدير، هيقول لك طريق البحيرة منين، تقول له على ايديك الاتنين. مامتك واختك زعلانين منك جدا، ما بتسألش على الدكتور عمر ليه؟ ما انا كنت معاهم لسه امبارح، ما فاتش غير كام ساعة بتوع النهار. بس هما بقى كانوا متوقعين منك انك تبقى جنبهم في الظروف دي. انا ماما انا خدت اذن بزيارة، هروح له بكرة ان شاء الله. مش اللي بالفيزا؟ استنى دقيقة واحدة، ما تجيب نمرة البتاع ده مادام جبت واحد. والزبون مين ده؟ مش ده خيري برضو؟ سلام. انت ايه اللي نزلت من العربيه؟ ايه اسلم على خالتك؟ طيب اتهاب بمركب العربيه واطلع الاوتيل بفيسير مستنيك. طب انت هتعمل ايه؟ انا عندي مشوره وحصلتني. يلا مع السلامه. طيب دخلت مع باي. ايه يا باي؟ ما تيجي تقول لي ايه الحكايه؟ معلش بعدين، فرصه عيد يا صف. يعني دراستي وخبرتي. عارف الاليات وشغل السكرتاريه والحاجات دي،
انا ما طلبتش منك انك تشتغل على الكمبيوتر. شغلك هيبقى تنظيم واداء، وهيشتغل معاك اتنين، واحد حسابات وواحد تايبست واتنين عمال. بانت الرؤيه؟ بانت الرؤيه. موافقه؟ تحت امر. لحظه واحده. شوفي يا ستي، هتكتبي بيانات العقد عشان امضيها، وهتكتبي في خانه المرتب نقول كام؟ معرفش. يعني نقول مثلا 600 جنيه كويس؟ كتير قوي. لا مش كتير بالنسبة لمرتبات هنا. تفضل. ما كانش في داعي تصمم توصل النهاردة بس عشان ما تاخديش علي. قبل ما ابتدي شغلي عندك في شركتك وتبقى العلاقة رسمية، ممكن اسألك سؤال خاص شوية؟ ايوه طبعا، تفضلي. تحب الهنا قوي؟ فجبتيني بسؤال حبيبي، ما كنتش مستعد. لا مفيش حاجة. أنا اللي عايز أسألك، النهاردة لما اتكلمت في التليفون وردت عليك الست، ليه قلت لها إنك نحل؟ مش عارفة، أنا اتلخبطت ولقيتها طلعت على نفسي. أنا كنت أتمنى إن أنا لقيت كلمت. أستاذ باقي، إيه اللي واقف بينكم بالشكل ده؟ بعدكم عن بعض كده؟ ظروف غريبة وملابسات سخيفة، وأنا المسؤول عنها مش هي. الراجل ده لغز، الناس كلها صناديق مقفولة، غموضه يقلق بس ما يخوفش. يعني تحتاري فيه بس ترتاحي له. طب حسبي حسبي على نفسك، اوعى تقعي في حبه وما انتيش حاسه. وماله، مش انا وانتي واحد؟ لا مش واحد، احنا اتنين. ايه مالك يا نهل؟ صحيح الكلام عن باهر خدنا، نسيت اسالك، عملتي ايه مع مامتك؟ قابلتها وديتني الظرف ده، قالت لي يا نهله هتلاقي فيه اجابه لكل سؤال عايزه تعرفيه. ولقيتي فيه ايه؟ ما فتحتوش. وتقدري تحطيه قدامك كده من غير ما تفتحيه؟ يا صبرك يا شيخ. انا خايفه، خايفه افتحه يا مريم. ليه؟ هتنط منه عقربه؟ مش عارفه، يعني هيكون في ايه الظرف ده امي بتدافع فيه عن نفسها؟ الفضول هيموتني، عايز افتحه، لكن كل ما ايدي تتمد عشان افتحه الاقي حاجه جوايا تقولي لا يا نهله اوعي تفتحيه هتندمي. ليه يا بنتي؟ هيكون في ايه يعني غير شويه ورق كاتبهولك علشان تشرح لك فيه الظروف والاسباب اللي خلتها تهرب وتسيبك وانتي؟ لا لا لا، صدقيني يا مريم، الظرف مش فيه ورق وبس، انا حاسه ان في حاجه تانية. شوفي كده. ايه هيكون في ايه يعني؟ الغام؟ ايوه، ده في حاجه ناشفه. اسمعي، زي ما يكون علبه. انا مش طايقه اني هفتحه. لا اوعي تفتحيه. اما انت امرك غريب بشكل يا نهله، لا انت عايزه تفتحي الظرف ولا عايزه غيرك يفتحه. ايه يعني هتسيبيه قدامك كده وتحنطيه؟ لا يا مريم، انا مش هيجيني نوم غير ما اعرف الظرف ده فيه ايه. حمار غبي. ليه بس؟ هو عامل ايه؟ زي اتصرف من دماغه، مع انك انت قايل انك ملقنه كل حاجه يقولها وكل حاجه يعملها. بالظبط هو ده اللي حصل. لا يا خفيف، لا، الممثل العبقري اللي انت ابتليتنا بيه نسي نفسه واندمج في الدور وافتقد انه فعلا عبد العال. ازاي بس؟ مش انا مكلمك بعد ما وصل لك وحكى لك وقلت لي الخطه ماشيه زي الساعه؟ ده يا سيدي في المحصله العامه، لكن في تفصيله غلط فيها غلطه لا تغتفر. الراجل مغلطش يا نديم وقالك ان الاستاذ باهر هو اللي طلب منه يرفض. يفلي، انا مش فاهم حاجه خالص. غاز الضابع عرض عليه شيك على بياض. صح صح، وقال له اكتب الرقم اللي يعجبك، ان شاء الله يكون مكون من 6 ارقام، يعني كان ممكن يكتب 999,999. ايه دي نتيجه استفتاء دي ولا بطل تقييم يا جدعان؟ الاستاذ خيري رفض الشيك بكل اباء وشمع، وقال انك منبه عليه انه ما يقبلش اي مبلغ من غاز الضبع. ايوه طبعا حصل حصل. ليه بقى ان شاء الله؟ لانه لو قبل اي مبلغ هيبقى دجال عادي، الضبع لازم يشك فيه، خصوصا بقى اذا طمع وكتب ال6 تسعات اللي حضرتك رايلت عليهم. اتقدم. لو سمحت معلش، انا بقى المره دي اللي هديكوا الدرس. اول حصه تكلم تكلم تكلم، سين سؤال، ما هو الغرض الحقيقي من هذه العمليه؟ او
بصيغة أخرى أقرب إلى الأسلوب الأكاديمي. ما هو الغرض المستهدف من هذه العملية؟ مين يجاوب؟ مين رفع صباعه؟ مين؟ بطل تهريب يا جدعان، بطل. احنا مش بنبيع شربة الحاج محمود في وقت السيد. انا مش بهرج ولا ببيع شربة الحاج محمود. انا بقى بسأل سؤال جدي جدا. انا هجاوبك. الغرض المستهدف هو الايقاع بغاز الطب والنصب عليه، وده من خلال خطة محكمة توصلها لأكبر ثروة ممكنة. طيب الست تسعات اللي حضرتك بتقول عليهم هم أكبر ثروة ممكنة عند غاز الطبع؟ أنا فهمت. لا طبعا، غاز الضبع راجل ملياردير وثروته تقدر بآلاف الملايين. حلكم حلكم، انتوا متخيلين من خلال العملية بتاعتنا دي هنحصل على ثروة الضبع كلها؟ مش هنحصل عليها، لكن هتتنسف على ايدينا. ما تزرعه الرياح تحصده العواصف. ده كلام فارغ وصفصطة. لو سمحت، نقطة نظام يا نديم دي. اتفقنا من الأول إن حضرتك اللي هتخطط للعملية وإحنا كلنا هننفذها، إنما تحديد الهدف هو اختصاصي أنا شخصيا بس. وإحنا أنا ومكرم، إيه اللي هيرد علينا لو هدف حضرتك مش الفلوس؟ هنرجع تاني لعنب ديب ونقول أهم حاجة هترد عليكم إن أنا أسيبكم لحياتكم الأسرية السعيدة. تفضل صوركم زي ما هي قدام ولادكم وأسركم وقرايبكم ونسايبكم. برضه بتستخدم أسلوب التهديد والابتزاز؟ استنى مكرم. ماشي يا أستاذ باهر، إحنا خضعنا للابتزاز ووافقنا إن إحنا نشتغل معاك ووضعنا خطة، لكن الخطة دي يا ترى تتنفذ إزاي؟ ببلاش؟ يعني أجرة الغرف الفخمة في الأوتيل ده، والعربيات الشيك، والكومبارس والممثلين، والجماعة اللي اشتركوا في خطف ابن الضبع، الفلوس دي كلها مين اللي بيدفعها؟ مش أنا؟ أيوه أنت. لغاية دلوقتي مصروف 50,000 جنيه، ده غير ال50,000 جنيه اللي هياخدهم خير البشبيشي صاحبك. هتدفعهم أنت؟ لا طبعا. يمكن لازم أدفعهم أنا عشان سواد عيونك وسواد عيون غرضك المستهدف. أنا ما أقدرش ألزمك بكده. جميل، يبقى من دقنه وفتله، يبقى اللي يدفع مين؟ غازي الطبع، مش كده؟ كده. يبقى خلاص تسيبني بقى أصرف على العملية من جيب الضحية، والليلة الليلة تقابل صاحبك وتخليه بكرة يروح يستلم الشيك. ما اقدرش، هيبقى منظري نيلة قوي بعد ما عملت انف وجدع ورفضت تاخد الفلوس. مش هينفع بكرة ارجع في كلامي واقول له اديني الشيك. اظنك اندمجت في الدور ازيد من اللازم، بدأت تصدق نفسك. انا ملتزم بالنص يا استاذ، والنص اللي حضرتك حفظته لي هو اللي خلاني ارفض الفلوس. بسيطة يا سيدي، انا المؤلف، من حقي اعدل النص زي ما انا عايز، والتعديل بيفرض عليك انك قبل ما تبتدي حفل دير السريان تطلب من غاز الضبع الشيك. ازاي بس؟ قبل الميعاد هقولك ازاي، ما تشيلش هم يا سيدي. وبعدين بقى انا مش ايه مالك في ايه؟ باهر اعمل معروف صارحني. اصرحك بايه يا خولة؟ انا شامل ملحة حاجة مش مظبوطة. شامل ملحة ايه؟ انتوا بتنصبوا على الراجل ده؟ سكت ليه؟ يبقى شك في محل. انا مشترك عليك من الاول، ما تسالنيش. وانت فاكرها دي يعني الزرار؟ الزباين 50,000 جنيه خالي، ولا الفلوس اللي قدمت لسانك وكتم السؤال جوا صدرك؟ لا انا فهمت، يعني انا اصلا بثق فيك جدا، ولما عرضت عليا العب الدور ده ما خطرش في بالي اي احتمال وحش. ايه بقى اللي غير رايك؟ حكايه الفلوس اللي هاخدها من غاز الضبع بانت كده زي ما تكون رسمايه بتقلبوا فيها الراجل، خصوصا بعد حكايه ابنه اللي اختفى وبعدين رجعت اقوله ازاي ما اعرفش، لدرجه اني اتفاجئت لما الولد رجع في الميعاد فعلا. يعني انت شايفني نصاب يا خيري؟ طبعا لا، بس يمكن الراجل بتاع الجاليري ده اللي اتنكر وعامل خواجه يكون مأثر عليك او ضحك على عقلك او ما تقلقش يا خيري، المساله كلها سؤال هتساله نفسك وتجاوب عليه. انت بتثق فيا ولا لا؟ انا مش عايزك تجاوب دلوقتي، فكر كويس. لو فضل الشك جواك من حقك انك تعتذر، وانا مش هزعل منك، بس انا ارجوك بلغني قرارك الليله قبل ما تنام عشان الحق اتصرف في الميعاد بتاع بكره. خلاص منه بشكل يا مكرم، كان ايه بيضرب لي جرس الحصه وعايز يديني درس؟ ومال مش بيتعلم منك
بيقلدك. انا ما احبش حد يعدل عليا في المجال ده بالذات. ما تنساش يا نديم يا اخويا انك معتزل بقالك سنين طويله، وكل يوم في جديد في كل المجالات. عايز تقول ايه انت كمان؟ عايز اقول ان هو من جيل تاني غير جيلك تماما، جيل استفاد من التقدم التكنولوجي وثوره المعلومات والساتلايت والانترنت. كل ده كلام فارغ، انما القواعد الاساسيه ما بتتغيرش. لا 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 يا نديم، بتتغير. ابدا، القواعد الاساسيه ما بتتغيرش ابدا. عندك مثلا في الفن التشكيلي قواعد المنظور، العلاقه بين النور والظل، العلاقه بين الالوان وبعضها، العلاقه بين المساحات والاحجام، كل دي قواعد ما بتتغيرش. مين اللي قال؟ التكاميه والسرياليه والوحشيه والواقعيه. ده تغيير في الاسلوب مش في القواعد. مدارس مختلفه، كل مدرسه لها اسلوب، انما القواعد الاساسيه هي هي ما بتتغيرش. لا 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 غلط. معلش بقى يا نديم، دي حتتي بقى، دراستي ومهنتي. وانا ايه، بتاع روبيكيا ببيع بطاطا؟ ما تنساش ان انا من الخبراء المعدودين في المجال ده. ايوه، انت خبير في المقتنيات والتحف اللي بتشتغل فيها، يعني تقدر تعرف اللوحة دي أصلية ولا تقليد، اللي رسمها رامبرانت ولا موني ولا دولاكروا، الفازة الشينوا دي من أسرة مينك ولا أسرة هان، الكراسي دي لوي فيليب ولا لوي كانز. لكن القواعد، الأسلوب اللي بيشتغل عليه الفنان والنحات والخزاف. يا مكرم يا مكرم، أنت مدعي، وباختصار كده أنت رسام نص لبة. جايز تكون شاطر في النائم ولا في الناس، جايز، لكن ما انتش مبتكر. ايوه، ما انتش مبدع. بقالك 15 سنه راجل عاوز تعمل معرض، ومع ذلك انا اتحداك اذا كان عندك في الصومعه بتاعتك لوحه، لوحه واحده كامله. ده مش انت بقى اللي تقعد تديني درس في الفن. ها، حاجه غريبه جدا، واحد الصبح يفتح لي مدرسه عاوز يديني درس في النصر، وواحد بالليل بعد الظهر عاوز يديني درس في قواعد الفن. طب النصر ده فن ولا ترفيه؟ فن ممكن يبقى ايه؟ انا بقول ايه بالظبط؟ ودافع عن ايه؟ تصور النكتة يا الله. مكرم، مكرم، انت رحت؟ جايز تكون شاطر في النقل ولا في الناس، جايز، لكن ما انتش مبتكر. ايوه، ما انتش مبدع. بقالك 15 سنه راجل عاوز تعمل معرض، ومع ذلك انا اتحداك اذا كان عندك في الصومعه بتاعتك لوحه واحده، لوحه واحده كامله. عايز تقول ايه تاني؟ انت
ازاي ما حسيتش ان انا كنت بكذب؟ لانك ما كدبتش في اي حرف، ما قلتش غير الحقيقه. لا لا ابدا ابدا، دي مش الحقيقه. الحقيقه انك فنان موهوب عبقري. حظك العاسر رماك في طريقي وخلاك صاحبتني، زي اي فنان متطرف مشاعره حبيتني زي ما حبيتك. ما خدتش حذرك مني، ما اهتمتش بالانحراف اللي جوايا، ما حاولتش حتى تحمي نفسك من الشيطان اللي انا بعدله روحي. كانت النتيجة ايه؟ انك ضعت. ودفعت بدالي ثمن خطيئتي. انا دفعت ثمن اختياري. انت اللي بتحاول تسدد الدين وهو مش دين. ابدا ابدا، ده مش سداد لدين ابدا، ده كانوا لسه لغايه دلوقتي، لسه لغايه دلوقتي تسهيل ضياعك وضياع فنك وموهبتك. من اول لحظه انا عارف انك احسن مني واشرب مني. عفريت العلبة. تعرف يا نديم، رغم اني متغاظ منه زيك واكتر، لان في حاجة غريبة بتخليني مش قادر اكرهه. هي صحيح حاجة عجيبة، انا عندي نفس الشعور. يا ترى ايه؟ جاذبية. تتعشى لوحدها من غيرك. اديني اكلت يا ست. قولي لي بقى مالك؟ قابلتها النهارده. هي مين؟ امي. أنا كنت رافضة إني أقابلها أو أشوفها أو حتى أتكلم معها.
إجابات كل الأسئلة بتاعتك. لقيتي فيه؟ ما فتحتوش. قاومت الفضول وحب الاستطلاع وما فتحتوش. قلت مش لازم أفتحه غير لما أقول لك إني قابلتها. ولو طلبت منك إني ما تفتحوش يبقى خلاص مش هفتحه. ولو قلت لك ادهولي أقول لك اتفضل. مش عايزة إجابات من الظرف ده، أنا عايزة أسمع الإجابات منك أنت. أنا كنت عارف إن اللحظة اللي لازم أحكي لك فيها كل شيء هتيجي، بس كنت مأكلها أو بهرب منها، مش علشاني أبدا، علشان خد الظرف ده يا نهلة، احتفظ بيه، بس ما تفتحيهوش لغاية ما اجيلك في يوم من الايام واقولك تعالي انا هحكي لك عن كل اللي ما تعرفيهوش، وبعد ما تسمعيه تقدري تفتح الظرف وهتعرفي منه نفس الحكاية بس من وجهة نظرها هي، وافتكر ان ده يبقى حل عادي بالنسبة لي. حل عادل قوي يا بابا، بس يا ريت ما تاخرش في الاجابات عليا. خد الورقه دي خليها معاك. فيها تليفوناتها وعنوانها. ايه؟ عايزاني اكلمها؟ لا يا بابا، بس عشان الفضول وحب الاستطلاع ما يخلوش ايدي تروح على التليفون عشان اطلبها واعرف منها. يا ترى فيك ايه؟ حدوتة ملتوتة ما فيهاش جديد، ولا عيش دبابير لو اتفتح يطيرها تفضل تزن وتزن وتخرب البيت وتلسع وتموت. شفتي؟ شفتي اتخض وارتبك ازاي وقالك ما تفتحيهوش؟ يا ترى خايف من ايه؟ ممكن خايف عليكي ولا خايف على مين؟ انتي نفسك خايفة، خوفك غلب لهفتك على فتح الظرف. ايه اللي مخوفك يا نهلة؟ خايفة تتفاجئي بحاجة تنغص حياتك. وفرتي مش أحسن ما تفضلي جهلة؟ بس باهر عارف، وهو اللي فتح البيت، ومهما أنكر وهرب هو عارف. أيوة يا نهلة، باهر عارف. يلا يا باهر، قال لي أنت طول النهار باهر على لحم بطنك. مين اللي قال لك إن على لحم بطنك؟ أنا اتغديت بره. هو أنا تايهة عن اللي بتاكلوه بره؟ سندوتشات الهامبرجر والاكل الامريكاني اللي بوظ بطون الناس. والله عندك حق يا اسمهان، يا نهار ابيض ايه ده كله؟ فضلك خيرك يا سيد استاذ، صينيه رقاق وذكر بط سوداني متزغط وملوخيه في العشاء. يا سيده انت ناويه تموتينا؟ بعد الشر عليك، كل يا استاذ ورم عظمك بالهنا والشفا. وبعدين فين على ما تناموا؟ ده انتوا بتسهروا ليلاتي لحد الفجر، هتكون اللقمه اتهضمت. وهعمل لكم بعد العشاء كوبايتين شاي بالنعناع النمائي اللي هم. طب يا اختي بطلي رغي وروحي هاتي صينيه القرع العسل اللي بعدين تتحرق. قرع عسل كمان؟ بالكريمه والمكسرات. انت ناويه تسلي كده على امام؟ يا بد ما تبقاش خير عمال. طب ده عمك المرحوم ابو خيري ما كان
كانش يتعشى الا ببرام العكاوي والنفوس المحمره في السمن البلدي. الله يرحمه، عشان كده تسلك بدري بدري. حسك يا ولد، ما هو ابنه كمان طالع. طب بالك امبارح بعد الفجر مدا قمت عشان اتوضى وصلي لقيته جايب صينيه السمك من الثلاجه وحاتتك بدتك وكان بالهنا والشفا بتعشي معاك اول الليل. اللي بالمناسبه هو فين؟ قفل على نفسه. دخلت اندهله عشان يتعشى لقيته رافع رجليه وعامل اردغانه في السرير. عارف زي اللي كانت بتعملها البنت دي اللي كانت في فيلم عين زيزي. قلت له يلا يا خيري عشان تتعشى، قال لي سيبيني انا مستغرق في التفكير. يو مستغرق في التفكير ليه يا ولا؟ ما كل الناس بتفكر. تعرف يقول لي ايه؟ قال لك ايه؟ يا حاجه اسمهان انت ما انتش فاهمه حاجه. قال انا اللي مش فاهمه حاجه؟ طب والله والله هو اللي صف عقله وباينك انت اللي جننته يا باك. انا حرام عليكي، ابنك متصف عقله من بدري. اروح اناديله. بتعمل ايه يا خالد؟ ارجوك سيبني ما تخرجنيش، فاضل لي سنه واوصل. ان شاء الله هتوصل لتخالك. يلا قوم عشان نتعشى. يا اخي هات الفوطه بقى، ما تبقاش سخيف. مفيش فوط. يا اخي انا بفكر عشان اوصل لقرار وابلغه لك الليله زي ما اتفقنا. اللي بتعمله ده تفكير ولا تهريج وقله ادب؟ انا قعدت كده لما اكون عايز اوصل لقرار. ده الوضع اللي اتعلمته من كتاب اليوجا. طب يلا 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 عشان انا جعان قوي. خير يلا. عموما انا خلاص وصلت القرار. انا حاسس فيك ثقه عمياء وحكمت. كان عندي امل انك تتزحلق يا باهر. يلا امك بتندهلنا. تليفون يا باهر. مين؟ نهله يا عيون طنط. طب حطي في الفوطه عشان تراوح. اسم الله ليه هنتصنط عليك؟ ما اقصدش. وطي صوتك البنت تسمع. طب ما تسمع يا مهشك. وانا قلت ايه؟ ايه ده؟ بط وملوخيه ورقاق؟ احمدك يا رب. استنى باهر وبطل فجأة. اوه انا اسف، انا عارفه ان الساعه داخله على الساعه 12، بس انا كنت محتاجه اكلمك قوي. كنت عايزه اقابلك، قصدي يعني عايزه اشوفك، عايزه اتكلم معاك. طب يا ترى رغبتك دي نبع من دوافع انا بتمناها؟ أنا محتارة، محتارة قوي يا أستاذ باهر، وأنت الوحيد اللي تقدر تخلصني من الحيرة اللي أنا فيها دي. سدينا أنا لو أقدر مش هتردد لحظة واحدة. بس إيه؟ فاكرة آخر كلمة قلتها لك آخر مرة شفتك فيها؟ طبعا فاكراها، بس مش فاهماها. نهلة. نعم. هتعذرين لو قلت لك إني مش هقدر أفهمك دلوقتي. يعني مش هتيجي؟ لا، إزاي؟ الموضوع اللي محيرك وعايزة تكلميني فيه ده حاجة، وتفسير الكلمة اللي انت مش فاهمها ده حاجة تانية. صدقني انا مش هسألك على اي تفسيرات. انا تحت امرك. تحب اجيلك فين؟ في الجاليري طبعا، ياريت بس يكون في وقت البريك من 3 لـ5. بكرة؟ ياريت. اكيد ان شاء الله. متشكرة قوي. تصبح على خير. وانت من اهله. المكالمة انتهت وعصافير البطن بتصوصو. انت بشع، عبقري في افساد اي لحظة جميلة في الحياة. اسمح لي يا باشا أتدخل فيما لا يعنيني.
روحه والوحدي ومش عايز نقاش.